السلام عليكم. كان هناك أخوين متحابين يعيشون في مكان واحد، في مزرعة واحدة تجمعهم، ولكن يفصل بين البيتين نهر. في يوم من الأيام دخل الشيطان بين الأخوين ونشب خلاف جدا كبير بيناتهم. طبعا ابتدأ الخلاف بيناتهم بأنه ما حد ظل يكلم الثاني، إلى أن وصل الحال بهم إلى قطع الصلة نهائيا. في يوم من الأيام الأخ الأكبر حب ينتقم من أخوه الأصغر، فقرر أنه يجيب عامل بناء ويبني سور بين البيتين، يعني بين النهر، بين يعني بالنهر نفسه يبني سور. بالواقع جاب عامل البناء وقال له في جانب النهر أخوي وأنا ما أكلمه ومقطوع صلتي به، فأريد من عندك أنه تبني بيناتنا سور على مود تنقطع صلتي به نهائيا، لا يسمع صوتي ولا أسمع صوتي. وفعلا عامل البناء قال له إن شاء الله راح أفعل كما تريد. قال له أنه أنا راح أكون أسبوع في السفر، عندما أعود من السفر بعد أسبوع أجد هذا السور مبني. وفعلا سافر الأخ الأكبر ورجع بعد أسبوع إلى المدينة، ولكن تفاجأ الأخ الأكبر أنه وجد هناك جسر مبني بين الطرفين، يعني جسر يربط الطرفين. في هذه الأثناء وعندما جاء الأخ الأكبر وعاد من السفر، هرع الأخ الأصغر مهرولا نحو أخيه الأكبر وهو يشكره على هذا الجسر وبناء الجسر. قال له كنت أنا مذنب، كنت أنا مقصر في حقك، بدال ما أنت كنت تبني سور بيناتنا بنيت جسر بيناتنا. وأثناء الاحتفال بالصلح بين الأخوين قرر البناء أنه يغادر المكان، فصاحوا عليه الأخوين اثنيناتهم، قالوا له أنه العمل مالك يمنا، يعني منا ورايح لا تغادرنا. فقال لهم لا، أنا عندي أعمال أخرى، عندي جسور أخرى لازم أبنيها. كونوا بنائين للجسور دائما، لا تبنوا للتفريق جدارا، كونوا ممن يوحدون ويجمعون ولا يفرقون بين الناس. دعوة لكل من في نفوسهم خيرا ليشاركونا في بناء جسور الحب في الله سبحانه وتعالى. إلى اللقاء.